موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. كرمت شركة LG إلكترونيكس مرة أخرى لقوتها في التصميم الاستهلاكي والصناعي، وحصلت على 31 جائزة رائعة لتصميم المنتجات من جوائز ريد دوت ديزاين لهذا العام، وهي من أفضل الجوائز في مجال التصميم. احتفل المستشفى التخصصي بيوم الأرض العالمي، والذي يصادف 22 من نيسان من كل عام. وقام المستشفى التخصصي بإطلاق سلسلة من الحملات تحت شعار أرضنا خضراء، التي تهدف لزراعة 250 شجرة حرجية كمرحلة أولى في مناطق مختلفة في العاصمة عمان. شركة دلس للسياحة والسفر أطلقت حملتها للسفر خلال عيد الفطر وصيف 2021، والمتضمنة مجموعة كبيرة من الوجهات السياحية، منها إسطنبول، مرمريس، أنطاليا، طرابزون، بودروم، فتحية، شرم الشيخ، القاهرة، بيروت ودبي. أعلنت شركة الحوسبة الصحية ممثلة بمكتبة الأردن الطبية الإلكترونية علم عن استئنافها برنامجها التدريبي عن بعد لمسؤولي التدريب في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمعتمد من قبل مجلس الاعتماد الأمريكي للتمريض. موجز أخبار الشركات عمزاج أحلى إذاعة. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.